أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج عين على الحدث. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة بلا شك أن للزراعة أو للزراعة نصيب. ضيفنا في هذه الحلقة هو مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة أبين، الدكتور حسين فضل الهيثمي. أهلا وسهلا بك دكتور، ضيفنا عزيزا على برنامج عين على الحدث وعلى شاشة قناة عدن الفضائية. نتشرف. أولا أهلا وسهلا بكم في محافظة أبين، ونشكر برنامج عين على الحدث لتواضعه ولنزوله إلى محافظة أبين، المحافظة الجبارة، المحافظة التي تحمل الرقم الريادي للزراعة داخل الجمهورية اليمنية، ونشكرهم على نزولهم لتلمس جميع الأوضاع داخل مكاتب محافظة أبين وكذا، وبالذات مكتب الزراعة والري بالمحافظة. شكرا جزيلا لقدومكم، وسوف نوضح لكم كل ما أنتم محتاجين لنا والجمهور بإذن الله تعالى. بإذن الله وأبناء محافظة أبين. شكرا جزيلا لك كل شيء. بداية دكتور، يعني كما هو معروف أن محافظة أبين هي من المحافظات الزراعية الغنية بتربتها الخصبة وأراضيها الواسعة في كل مديرياتها الـ11 مديرية، وهناك ما يتعلق بالأمن الغذائي الموجود في هذه المديرية، خاصة أن هذه المديرية مديرية منتجة للعديد من الأصناف، سواء كانت فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية المختلفة، الخضار والفواكه. نعم، الخضار والفواكه. حدثنا حول هذا الموضوع، ما يتعلق بالأمن الغذائي ومستوى الزراعة يعني في محافظة أبين بشكل عام. بشكل عام طبعا لا يختلف اثنان عن أن أبين محافظة زراعية رائدة، هذا أولا، ولا يختلف اثنان أن أبين سلة غذاء للجمهورية اليمنية، وسلة غذاء أيضا لل المناطق المجاورة أو دول الجوار. سلام. ولا يختلف اثنان عن أن أبين ما تعصر عصارة داخل عدن أو صنعاء أو مناطق أو تعز أو خلافة إلا ويكون لأبين النصيب الأكبر من ثمارها فواكهها، وبالذات المانجو والباباي والموز والعاط وخلافة. محافظة أبين تعتبر من المحافظات الرائدة في الزراعة، في الزراعة في المحافظة. طبعا محافظة أبين محافظة تزرع فيها كل أنواع المحاصيل، سواء كانت محاصيل الخضار أو محاصيل الفواكه أو محاصيل النقدية، من ضمنها القطن والفول السوداني والسمسم. أبين تقدم غذاء حوالي واللي أعتقده أنه 55% من الإنتاج الزراعي ومن المحاصيل الزراعية بشقيها، بثلاثة الأفرع لها اللي هي الخضار والفواكه والمحاصيل النقدية. أبين حوالي تمثل 55% من الإنتاج الزراعي الذي يوزع داخل الجمهورية اليمنية، و45% لـ21 محافظة أو حوالي 20 المحافظة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية. جميل. يعني اتساع واسع، يعني عندها مساحة واسعة غير عادية. جميل. وإنتاج غير عادي، بالذات من محاصيل الخضار من ضمنها والفواكه، من ضمنها الموز والمانجو والليم الحامض اللي هو يسمى بالليمون والباباي، ويصدر ويوزع داخل جميع مديريات محافظة أبين وداخل محافظات الجمهورية الـ21 داخل إطار الجمهورية اليمنية. طيب الدكتور، يعني بصفكم مدير عام مكتب الزراعة والري محافظة أبين، أهم المحاصيل الزراعية، يعني سواء كانت تلك المحاصيل يعني الاعتيادية أو تلك المحاصيل النقدية بالنسبة لمحافظة أبين؟ طبعا أهم المحاصيل الزراعية التي أخذت نصيب الأسد في محافظة أبين، محصول الأساسي والرئيسي هو محصول الموز اللي هو البنانا، اللي يمثل حوالي أكثر من 60% إنتاجه داخل المحافظة. ليس إلا وفوق هذا وهذا تقلصت نسبة نتيجة لارتفاع الديزل، وقد يكون أكثر. هذا جانب. الجانب الثاني يأتينا في المرحلة الثانية من المحاصيل الزراعية الذي داخل المحافظة، بالذات من الفواكه. أنا أتحدث أولا عن الفواكه، محصول الباباي المحصول الثاني، هذا لاعب دور ريادي غير عادي في المحافظة. بعدها يأتينا محصول الليم الحامض اللي هو الليمون، برضه
يأتي جميل. في المرحلة الثالثة. بالنسبة للمانجو هذا أيوة المحصول اللي بعده يأتينا محصول المانجو أعتقد إنه بعد اللي ملحامض اللي ملحامض مساحته أكبر وإنتاجه والتعامل معه أسهل من المانجو. المانجو برضه يحتل المركز الرابع بالنسبة لاستزراع أو زراعة داخل محافظة أبين. هذا أولا. أما ثانيا بالنسبة للخضار نبدأ بالحبحب وأكبر نسبة زراعية في داخل محافظة أبين بالذات في مديرية أحور. يا سلام. المنطقة الرائدة أو المديرية الرائدة التي تنتج لها الحبحب وكذا تأتي المرحلة الشمام يأتي في الموقع الثاني وهذا أغلب إنتاجه يأتينا من مديرية أحور التابعة لمحافظة أبين. وأقل حاجة يوميا تدخل إلى عدن أكثر من 20 دينا من الحبحب وعشرين دينا من الشمام. هذا لا يختلف عن الحبحب الأحوري يعني. نعم. وأيضا في أبين نفسها في مناطق أبين برضه في إنتاج الحبحب لكن بنسبة أقل للجودة ونسبة أقل للكمية من إنتاج الحبحب في محافظة أبين. وإنما الحبحب يعني يعتبر من المحاصيل الاقتصادية الرائدة الذي رفعت مستوى دخل الفرد والمستوى المعيشي للمزارعين داخل محافظة أبين. طيب. تأتينا بعدين الخضار. الخضار طبعا احنا بكافة انواعها ابتداء بالطماطم والباذنجان والبامية والقرع والكوبيش والخلافة والسلطة ابين برضه والبسباس الاخضر الفلفل البيئة التربة والمناخ يعني عندنا حاجة تسمى زلطية بسكي حسب ما يقول الروس او يسموها جولدن سات يعني الرمل الذهبي او التربة الذهبية. يا سلام. تربتنا يعني لا توصف فيها نسبة الطمي عالية فيها نسبة العناصر الكبرى والعناصر الصغرى الكيميائية موجودة فيها المي متوفر على مدار السنة في السنة يمكن ما يعني يأتينا على دفعتين صيفي وخريفي اللي تسقى منها الأرض فالأرض خصبة على مدار الساعة. طيب يعني مع كل هذا الكلام الجميل عن هذه التربة الذهبية نعم وال يعني الغنية بالطمي الغنية بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى نعم الذي يحتاج لها إلا أن هناك غيابا واضح لدور وزارة الزراعة والري في دعم الزراعة في محافظة أبين. لماذا هذا الغياب؟ طبعا أنا أشتي أقول كلمة يعني أنا لا ألوم وزارة الزراعة والري في البداية على من نقل لا ألوم وألوم. طيب. لا ألوم وزارة الزراعة وألوم في نفس الوقت. خلينا نأخذ الجزء الأول. الجزء الأول لا ألوم أولا إنه التخبط الحالي اللي نحن عايشين فيه من 2011 إلى اللحظة هذه. طيب. الوزارة كانت عايشة في صنعاء ومع الأحداث والمشاكل كل حاجة لم يعني قل اهتمامها وإنها تعير اهتمامها لأغلب يعني محافظات الجمهورية الزراعية. عندما انتهت الحرب بدأنا في حرب الحوثي في 2015 في مايو اعتقد في مارس 2015 نفس القصة الوزارة كانت يعني وضعها غير مستقر. طيب. انتقلنا إلى الوزارة داخل عدن. انتقلت الوزارة داخل عدن اعتقد أنها من سنتين انتقلت لا يوجد لديها شيء لا توجد لديها ميزانية تشغيلية لا توجد لديها إمكانيات لا توجد لديها. طيب. لكن هذا أولا ولذلك هم يعني عندما نناقشهم لماذا ما تدعمون يقولوا لا توجد لدينا ميزانية لا توجد لدينا إمكانيات لا توجد لدينا لا توجد لدينا يعني ما نقدر يعطونا حتى حق ميزانية تشغيلية تسير مياه السيول عندما تأتي إنما نأخذها من المحافظين المحافظ السابق جمال العاقل والأستاذ الفاضل الأستاذ المحافظ اللي هو اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مشكورا الذي قدم ولا زال يقدم للزراعة زراعة داخل أبين. سنأتي إلى هذا الجانب سنتحدث عنه. فبرضه هي كانت تقض النظر وزارة الزراعة كان هي بإمكانها أن تقدم ولو تقدم لنا ولا شيء بسيط سواء كان من الإمكانيات السيول الآن دخلنا في اللوم عندها القدرة أنها تقدم لنا شيء ولو حتى من الإمكانيات أو التي تأخذها من مصادر أخرى سواء كان من المواني ولا من المحاجر أو ذا أو يأتيها دعم حكومي بعض الأحيان كان ممكن تقدم لنا ولو شيء يصير لكن للأسف الشديد العذر قائم لا توجد لدينا إمكانيات لا توجد ميزانية تشغيلية بنعمل حسابكم إن شاء الله في المرات القادمة أصبروا علينا يعني التخدير الحلو. نعم هذه رسالة نوجهها من خلال مكتب الزراعة والري في محافظة أبين. أيوة. بضرورة إلى وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بهذا الجانب. بس أنا أتعشم الآن بالوزير الأستاذ الجديد أحمد بن أحمد ميسري طبعا حفظ الله يعني وعدنا أنه بيقدم لنا للزراعة بيقدم لنا الآليات بيقدم لنا السيارات بيقدم لنا وسائل النقل بيقدم لنا أسطول الري. للأسف الشديد ما بطأ في الزراعة وانتقل إلى وزارة الداخلية. الآن الأستاذ عثمان حسين مقلي الآن
أن حاليا هو وزير الزراعة ويقود الزراعة، إن شاء الله نتعشم منه خير أنه يدعمنا سواء كان بالآليات، يدعمنا بالموازنات التشغيلية للري وللأقسام الأخرى سواء كان في الفاكهة والزينة والبيطرة والمرأريفين، نريد دعمه اللامحدود مثل ما كان سابقا، ونتمنى أن تستقر الأمور ويتم دعمنا. نحن نتعشم فيه الخير أستاذ القدير عثمان حسين. نعم اللي نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم على الدكتور حسين فضل الهيثمي مدير عام مكتب الزراعة والري، ماذا عن دعم منظمة الفاو العالمية؟ طبعا منظمة الفاو العالمية أول مرة من خلال بهذا البرنامج نقدم لهم الشكر والتقدير، يعني أقل وأسمى الشكر والتقدير نقدم لهم بأمانة. يعني منظمة الفاو دعمتنا ولا زالت تدعمنا، وإلى هذه اللحظة هي مستمرة في دعمنا، قدمت لنا الكثير والكثير سواء كان في المدخلات الزراعية أو في الطاقة الشمسية أو خلافه. طبعا منظمة الفاو الزراعة عندما يعني تربعنا وسلمت لنا مكتب الزراعة والري استلمنا منهم حوالي 24 لوحة من المنظومة الشمسية مع حوالي 12 بطارية مع محولتها، هذه من أجل القيام وثلاث ثلاليق فريزر من أجل مساعدتنا في عمليات وضع الفاكسينات واللقاحات للجانب البيطري للثروة الحيوانية، واستلمناها ومشكورين، ونحن الآن في طور التركيب. أول دعم تلقينا منها، وحاليا استمر الدعم حقها بتوفير لنا جميع أو أغلب أنواع البذور المحاصيل، وقدمت لنا برضو أغلب أنواع بذور الخضار، وقدمت لنا الثروة الحيوانية الطائلة التي لا تقدر بثمن ولا زالت تقدم لنا، وقدمت لنا أقفاص الدواجن، وحاليا الآن خلال غدا سوف نستلم تسمى عندنا باللهجة الدارجة عيدان النحل مع النحل، ومن ثم قدمت لنا كذلك المكعبات بمختلف أنواعها، قدمت لنا المولاس للحيوانات ولا زالت مكعبات 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 العليقة، مكعبات يسموها مكعبات الأعلاف على شكل مكعبات تأكل منها الحيوانات وتكون جافة وناشفة وترطب في الماء وتأكل منها الحيوانات. وقدمت لنا والله العظيم كميات هائلة سواء كانت في البذور بمختلف أنواعها، سواء كان مشروع تأهيل دعم صغار المزارعين وتعزيز القدرة على الإنتاج الزراعي، أو أنه يعني برضو قدم لنا برنامج اسمه مشروع سبل الصمود والأمن الغذائي، ومشروع ثاني حق صغار المزارعين ممثلة بكل بأكثر من طرف وأكثر من ممثل، واشتركت معها في تسهيل هذه الأمور لنا وتسليمها لمنظمة ميار. نشكر الكل ونشكر كل من قدم لنا ولا زال يقدم من منظمة الأغذية والزراعة وتعاونها الكبير معنا داخل المحافظة وتسهيل لنا الطلبات والاحتياجات اللي نحن محتاجين لها. ألف شكر لهم. دكتور يعني أيضا نريد أن نتحدث عن دعم اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين للجانب الزراعي، هناك اهتمامات كبيرة للأخ المحافظ، خاصة ونحن نلحظ بأنه يعني يطالب العديد من المنظمات والجهات سواء كانت داعمة لليمن بإعادة بناء السدود ومنها سد حسان، أيضا كذلك كانت للأخ المحافظ زيارة إلى سد الرقب. حدثنا عن اهتمامات الأخ المحافظ بهذا الجانب. اللسان يعجز عن التعبير بأمان، يعني من يوم ما أتى الأستاذ الفاضل اللواء الركن أبو بكر حسين سالم إلى محافظة أبين، أبين حست إنها عايشة، أبين كانت تحتضر، وعندما وصلها بأمانة يعني أعاد هيكلتها وأعاد لها الروح، وبالذات في مجال الزراعة والري، بالذات في مجال الزراعة والري، وكان له اهتمام غير عادي واهتمام منقطع عن النظير، بل وبذل الغالي والرخيص من أجل محافظة أبين، من أجل إعادة الزراعة في محافظة أبين. نبدأ أولاً إنه تابع موضوع سد حسان وعادته وعادة يعني تفعيله. الحاجة الثانية إنه بدأ بافتتاح محلق القطن في المحافظة، وبدأ ولا زال يلح علينا إننا نقوم باستزراع القطن كما ما كانت عليه، وترجع أبين إلى بورت أبين، وأبين منتج القطن، وأبين الإقتصاد، وأبين كان عندها الريادة في إنتاج القطن، كانت الريادة في إنتاج القطن، وبالذات اللي هو كود 4 اللي حاليا الآن المسمى الحديث الذي تم استنباطه الله يرحمه الدكتور المهندس أبو بكر المعلم اللي هو معلم 2000، والمحافظ أعطى توجيهات الصارمة لمحلق القطن ومركز بحث الكود، ولنا نعاود من جديد إعادة زراعة القطن
ويعني والتزم لنا انه سيقوم بتوفير كل المدخلات الزراعيه الخاصه بالقطن. نعم. ابتداء بالقروض البيضاء، توفير الطاقه الشمسيه، توفير الديزل، توفير الجواني، تسعيره القطن بدل ما كانت الرطل 60 او 100 او 90 ريال الان ممكن ترتفع الى اسمه، توفير البذور، توفير الاسمده للمزارعين، لاعاده هيكله، لعادة استزراع القطن كما ما كان عليه، مساعدة المزارعين والفلاحين. ونحن على أثرها قمنا بالجلوس مع المزارعين في لقاء في محلق القطن، حضر أكثر من 149 مزارع والتزموا كلهم باستزراع القطن. كان لقاء مع الإرشاد الزراعي بالمزارعين الذي يقوموا باستزراع القطن، ناهيك عن استدعاء الجمعيات الزراعية، ناهيك عن المرشدين الزراعيين الذي قاموا بتوعية المزارعين لاستزراع القطن وعادة زراعة القطن والأهمية الاقتصادية للقطن، وما ستقدم الدولة والمحافظة مثلا بالأستاذ اللواء الركن أبو بكر حسين سالم. هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبة للري، طبعا نحن كان عندنا أسطول ري ريادي ابتداء بالدي 4 والدي 6 والدي 8 والدي 9 والدي 12، أضاف إلى الشيولات والديقرات والبوكلينات والحراثات العادية ومحطة البترول أو البنزين داخلها وبوز الماء وخلافة من وإلى. للأسف الشديد أجت حرب القاعدة وجاتنا حرب الحوثيين، نسفت كل شيء ومستودع متكامل الأطراف ممتلئ بكل قطع الغيار، نسف المباني، نسفت كل شيء عن بكرة أبيها، عن بكرة أبيها. طيب. جاء أبو بكر حسين سالم لم يجد أي شيء، بل يعني عمل مجهودة، وأول خطوة عملها لنا اللي هو يعني تابع موضوع إعادة إصلاح القنوات وهيكلة دلتا أبين وتنظيف جميع القنوات والجسور وإصلاح الجسور والسدود في المحافظة، وأول دفعة خرجها لنا مبلغ 35 مليون ريال من الأخ رئيس الوزراء في المرحلة الأولى أول ما تسلم المحافظة، لعبت دور غير عادي في إصلاح القنوات وتنظيفها من الأعشاب والسيسبان والأشجار وعادة إصلاح العقم، عقمة العش، عقمة السادة، العقمة الكبيرة التي تقوم بمخزون الماء. ومن يومها وإلى اللحظة هذه وهو يتابع هذا وصرف، أذكر أنا مرة من المرات أنه دفع 109 مليون ريال يمني لأحد المقاولين الذي عمل بالماكينات داخل دلتا أبين، والدفع الثاني 26 مليون هذا أمامي فوق اللي الآن مستمر ولا زال يفرن المكاين والديفورات وبوكلينات والشيولات لإصلاح كل القنوات، ولا زال إلى اللحظة اللي أنا أكلمك فيها وهو تصفية القنوات داخل دلتا أبين مستمرة تحت إشراف المحافظ نفسه. نعم. ذي هذه يعني من الاساسيات اللي قام بها المحافظ ولا زال قام بها. طبعا ناهيك عن الحاجات الاخرى اللي قام بها في المحافظه، يعني اعاده ترتيب وضع المحافظه، تفعيل المكاتب وتشغيلها، اصلاح الطرقات وخلافه. المحافظ بامانه، يعني بامانه، يعني هذا يحسب له وهذا ينطبع في جبينه، وبامانه هذا المحافظ المفروض ترفع له القبعات على ما عمل الابين واحياها وعاد لها الروح. طيب وهذه حقيقه حسب ما قالوا ذيس از فاكت، يعني ما حد انسى ابدا. طيب دكتور حسين فضل الهيثمي، نحن من خلال هذا البرنامج نوجه تحيه شكر وتقدير لمحافظ المحافظه اللواء الركن ابو بكر حسين سالم على ما نقوم به من جهود حثيثه وكبيره في سبيل اعاده التنميه والوجه الجميل لهذه المحافظة الجميلة والمشرقة، والتي هي يعني مصدر لكل شيء جميل لكل المحافظات الأخرى أيضا. طيب حدثنا يعني في جانب آخر، يعني فيما يخص بالمزارع البسيط في محافظة أبين، يعني أوجه الدعم، يعني اعتماده في الزراعة على ماذا؟ يعني هل على الأدوات التقليدية أم لديه بعض تلك المكنات أو الآلات الحديثة اللي يقوم بزراعة؟ دور التوجيه الزراعي فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، الإرشاد الزراعي فيما يتعلق ببعض الآفات الزراعية حول هذا الجانب حدثنا. طبعا اشتي اوصل معلومة ان المزارع كان عمله دائما ريادي وكان عمله ملموس بعين، وصل الى لحظة الانهيار في الزراعة في محافظة أبين. السبب الرئيسي هو عدم توفير مادة الديزل. كان المزارع معتمد على نفسه، لا يستجدي أحد بأمانة، يعني مزارعين كانوا لا يستجدوا أحد عندما كان سعر الديزل عادي، يزرع ومن منتوجه يأكل من حوله ولا يطلب يد العون والمساعدة من أي جهة. عندما وصل إلى مرحلة ارتفاع نسبة الديزل بدأ الانهيار في المزارعين، وأغلب الأراضي الزراعية داخل المحافظة الآن إن لم يعني جزء كبير منها بدأت تتصحر وبدأت تغزوها شجرة السيسبان
السيسبان هذه اللي إلى الآن لم نستطع أن نعمل لها حل، يعني تقطعها من هنا تأتي اليوم الثاني وطلعت من الجنب الثاني، لم يستطيع المزارع مكافحتها، ليس إلا وإنما لأنه لم يستطيع استزراع أرضه، عندما تجلس الأرض بو سنة سنتين لم يستطيع المزارع زراعتها، يعني تتصحر، وفي نفس الوقت يبدأ السيسبان يطول، والمزارع مع لا توجد لديها القدرة على استخراج السيسبان هذا، وفي نفس الوقت لا توجد لديها القدرة على الاستزراع لأن لعدم توفر. هذا جانب. الجانب الثاني ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، طبعا ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفاع أسعار البذور، ارتفاع أسعار الحبوب وبذور الخضار بشقيها، ارتفاع أسباب المبيدات، لا يستطيع شراء المبيدات، ارتفع سعرها، هذه كلها أثرت سلبا على المزارع وعلى الإنتاج الزراعي في المحافظة. طبعا بدأت تدخل من المنظمات ونشكرهم، منظمات أقل من منظمات دخلت عندنا وساعدتنا وزارة تساعدنا، ابتداء بمنظمة الفاو والصليب وميرسي كورب وسوكير وأدرا والهجرة الدولية ودي آر سي وإن آر سي، ويعني أغلب المنظمات ساعدنا وقدمت لنا، حتى وصلت إلى حنا تشتغل معنا في تصفية القنوات الخاصة بالمزارعين، قدمت آخر من المنظمات هي قدمت لنا الدعم منظمة ميرسي كورس، بس قدمت السمسم للمزارعين في باتيس. منظمة ماذا؟ منظمة ميرسي كورس. ميرسي كورس. فيلق الرحمة اسمها الاسمها، وقامت لنا بتوفير السمسم من بداية إلى الإنتاج، وقامت بتصفية القنوات التي سيتم استزراع السمسم فيها في باتيس. طيب. منظمة كير قدمت لنا الفول السوداني لحوالي 50 مزارع، وقامت باستصلاح الأراضي أو تصفية القنوات داخل المطالب يزرع فيها اللوز. المنظمات يعني مستمرة في تقديم الدعم لنا وفي تصفية القنوات كلها عن بكرة أبيها، لا نستثني أي منظمة، قد يكون أنا أنسيت منظمة لكن نشكرهم بقدر ما قدموه، نشكرهم وبالذات الفاو. طيب. ونكرر شكرنا لهم. في سؤالنا الأخير تفضل الدكتور حسين فضل الهيثمي، حدثنا يعني عن رؤيتك لمستقبل الزراعة في خلال الفترة القادمة، يعني دعنا نقول الخمس السنوات القادمة أو العشر سنوات القادمة، إلى أين سيصل يعني؟ طبعا أشتي أقول أنا أول مرة أنه الزراعة داخل أبين كانت تحتضر بدأ الانتعاش، ليس إلا وإنما فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الرفيق المحافظ أبو حسين سالم، أنا قلت فضل وكذلك دعم فخامة الأخ رئيس ودعم الأخ عبد الرب منصور هادي الذي دعم المحافظ، ونشكر الأخ رئيس عبد الرب منصور هادي على ما يعني احتضن وإن حط لنا هذا المحافظ الذي هو قام بدعمه. طبعا كل الدعم الذي يصلنا من المحافظ هو يصل من فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، ولولا المشير عبد الرب منصور هادي طبعا ما المحافظ لا يستطيع أن يقدم شيء، ونحن لم نستطيع أن نقدم شيء، وكان قل اهتمامه بمحافظة أبين بالذات دلتا أبين، وأكثر من مرة يتحدث مع المحافظ يقول لا إلا دلتا أبين، دلتا أبين يجب أن يعني يرجع على ما كان عليه سابقا. نعم. لهذه الكميات نحن عندنا أرض زراعية تقدر بثلاثة وثمانين ألف فدان، كان 96,000 الآن 83 منتج تدخلات، والذي يزرع منها من 45,000 إلى 55,000 فدان اللي يزرع منها حاليا، طبعا ناهيك عن المديريات الأخرى اللي تتراوح مساحتها الزراعية من 150 إلى 200,000 فدان، هذه كلها محتاجة إلى دعم من الدولة. طيب. واحد المطلوب من الدعم من المشير عبد الرب منصور هادي وكذا من المحافظ ومن وزير الزراعة بالذات كذلك، إنهم يدعمونا بحاجة اسمها ميزانية تشغيلية للزراعة. واحد ميزانية تشغيلية عندنا صفر. طيب. اثنين يدعمونا بالآليات بالذات الأسطول، أسطول الري، ما في زراعة بدون أسطول من صحيح. ماكينات ومختلفة. صحيح. يدعمونا بالأسمدة، يدعمونا بالبيدات، إضافة إلى أن الكادر الزراعي السابق اللي كان عندنا انتهى، ذهب إلى أحد الأجلين، جزء منها راح للمعاش وجزء منها الآن توفى. جميل. نسيهم يقوموا يعني بإعادة توظيف المهندسين الزراعيين اللي الآن بدون شغل، متابعة ما نقوم به من عمال، ودعمنا ماديا ومعنويا وروحيا من أجل إعادة أبين على ما كانت عليه، حتى تقوم أبين إلى حلتها الخضراء، ترجع أبين العطاء والتاريخ، تبين ترجع أبين سلة الغذاء. أنت دكتور جميل وأنت أجمل، وإن شاء الله تكون الزراعة أجمل يعني إن شاء الله بإذن الله. طيب بهذه الكلمات الجميلة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا في ختام هذا اللقاء إلا أن أحمل لك كل الشكر والتقدير، ونحن نحييك على كل جهودك الجميلة والرائعة، نحن بحاجة إلى أن نرى الزراعة في كل مكان إن شاء الله بإذن الله، والمنتجات الزراعية تصل إلى كل منزل يعني
إن شاء الله وتكون قطوفها دانية. لا إله إلا الله ونعم بالله. شكرا. طيب دكتور حسين فضل الهيثمي مدير عام مكتب الزراعة والري، شكرا جزيلا لك. وأنتم كذلك إن شاء الله. نشكر الطاقم وكل من كان خلف الكواليس وقام بتصوير هذا اللقاء، ونشكر تلفزيون عدن لما يقدمه ولما يبذله، ونشكر برنامجكم عين الحدث عين على الحدث، ونتمنى أن تستمروا بهذا البرنامج الجميل. ونشكرك أنت أستاذ محمد الصوفي، ونشكر طاقم التلفزيون والطاقم اللي خلفك هذيلا على كل ما قدموا ولا زالوا يقدموه، وسنكون نحن لكم الحضن الدافئ في أي وقت في المحافظة تحضروا، ونحن سنلتقي بكم ونقدم لكم ونقول لكم كل ما ما بوسعنا لكي ننور للناس ماذا يتوقعون في الجانب الزراعي. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين الكرام، كذلك الشكر موصول لكم لحسن متابعتكم لهذا البرنامج، برنامجكم عين على الحدث، وإلى لقاء أخر بإذن الله تعالى. لا يسعني إلا أن أقول لكم أيضا إلا أن أقول كما هو دائما، دمتم بألف خير.